أهلا بكم. في عام 1927 بدأت مجلة تايم الأمريكية تختار شخصية العام وتضع الصورة على الغلاف. كان أول من نال اللقب هو تشارلز ليندبرغ الذي قاد طائرة منفردة وعبر بها المحيط الأطلسي من نيويورك إلى باريس. حظي باللقب رؤساء وعلماء ونجوم وضعوا بصماتهم على الدنيا، لكن ما دخلنا عصر التكنولوجيا حتى اتجه اللقب إلى رموزها. في عام 1999 اختير جيف بيزوس مؤسس أمازون الذي بدأ التجارة الإلكترونية. في عام 2010 اختير مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك قبل أن تتضح أضرار السوشيال ميديا على المجتمعات والديمقراطيات. وفي عام 2021 اختير إيلون ماسك. كانت حيثيات الاختيار أنه أغنى رجل في العالم، لكن ماسك اعترض، فهو ليس بنكا يمشي على قدمين، هو في تصوره نفسه رجل مهمته حل أكثر تحديات العالم صعوبة. يطور صناعة السيارات الكهربائية، يطور رحلات الفضاء، يطور البنية التحتية، يعالج الأمراض التي بلا علاج، يطور الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا العصبية، أنظمة الدفع وشكل النقود. الحقيقة احنا نسينا انه غني وافتكرنا انه عبقري. أول مرة في دبي وهو يتحدث أمام القمة العالمية للحكومات، لم أكن قد سمعت عنه من قبل، لذلك تعجبت من امتلاء القاعة إلى حد لا يمكن تخيله. كان يتحدث ببساطة عن وجود كائنات فضائية تعيش بيننا. تأملت ملامحه بدقة، بدأ لي وكأنه واحد من تلك الكائنات الفضائية المتحمس للتعرف عليها، لكنه في الحقيقة واحد من شخصيات قليلة قادرة على تغيير البشرية، أو على الأقل توقف تراجع البشرية للوراء. الجملة ليست لنا، الجملة للكيميائي الروسي المثقف إسحاق عازيموف الذي يعتبر ماسك مثلا أعلى. Do you think there is other intelligent life outside the earth? It seems probable. But I think this is one of the great questions in physics and philosophy, where are the aliens? Maybe they're among us, I don't know. Some people think I'm an alien. Not true. Do you think we'll make contact with alien within the next 50 years? Well, that's a really tough one to say. If there are super intelligent aliens out there, they're probably already observing us. That would seem quite likely. And we just are not smart enough to realize it. But I can do some back of the envelope calculations, and any advanced alien civilization that was at all interested in populating the galaxy, even without exceeding the speed of light, even if you're only moving at, say, 10 or 20% of the speed of light, you could populate the entire galaxy in, let's say, 10 million years. Maybe 20 million years max. This is nothing, you know, in the grand scheme of things. قدرت ثروة إيلون ماسك
ب 318 مليار دولار، بيدفع عن أعماله 11 مليار دولار ضرائب سنويا. أكثر من ذلك، سلف الحكومة الفيدرالية الأمريكية 3.6 مليار دولار. لكن ما لا يعرفه الكثيرون من الناس أنه في وقت ما فقد كل ثروته، أصبح مفلسا، لا يأكل سوى الخبز الحاف، ولا يغير ثيابه المصنوعة من قماش الجينز، على أنه بدأ من جديد ووصل إلى ما يريد. ليس مهما أن تسقط، لكن المهم أن تقف على قدميك من جديد. إيلون ماسك من مواليد 28 يونيو عام 1971، ولد في بريتوريا العاصمة السياسية لجنوب أفريقيا. الأم عارضة أزياء من أصل كندي، الأب إيلون ماسك مهندس كهروميكانيكي وبحار وطيار ومستشار ومطور عقارات. أسرته كانت سرية إلى حد ما. في سنواته الأولى بدا طفلا شاردا خجولا منطويا على نفسه، لا يميل الى التواصل مع اقرانه. في العاشرة من عمره قرأ اهم 10 كتب يجب ان يقرأها الانسان مهما كانت المهنة التي سيسعى اليها. وفي سن العاشرة ايضا اخترع لعبة الكترونية باعها ب 500 دولار. في العام التالي تعرض للتنمر من زملائه في المدرسة، وألقي به من فوق السلالم ليتدحرج 5 أدوار. دخل بعدها المستشفى. يومها قرر أن يتحدى نفسه ويتحدى أسرته، بل ويتحدى العالم أيضا. عام 1980 انفصل الأب عن الأم. اختار ماسك العيش مع أبيه، لكنه ندم على ذلك ندما شديدا. وصف ماسك والده بأنه إنسان شرير عذبه نفسيا بطرق يتألم عند ذكرها. بصريح العبارة قال ماسك: أنا أكره هذا الرجل. ترك ماسك جنوب أفريقيا ولحق بأمه في الولايات المتحدة بعد أن حصل على جواز سفري من كندا. درس في جامعة بنسلفانيا الاقتصاد والفيزياء. سعى إلى دراسات عليا في الفيزياء توفرها جامعة ستانفورد، لكنه تركها بعد يومين. شعر أن شبكة الإنترنت لديها قدرات أكبر على تغيير المجتمع من دراسة الفيزياء.
نحن أمام عبقري بالفعل. عبقري جعل مجموعة من 5 أطباء يجرون أبحاثا على تركيبة مخه. كانت النتيجة مثيرة للدهشة، أنه يمتلك عقلا جبارا لو لم يستخدمه في الاختراعات يمكن أن يستخدمه في اتجاهات مدمرة. إذن علينا مراعاة أطفالنا الذين يعانون من التوحد بدرجة أو بأخرى، لعلهم يصبحون مثل إيلون ماسك. في الوقت نفسه يجب تشجيع الصغار على دراسة سير العلماء لعلهم يسلكون نفس الطريق. لقد ضيقت التكنولوجيا الفجوة بين الدول الثرية والدول النامية، وعلينا الاستفادة من هذه الحقيقة مثل الهند. أيضا كل الأثرياء في العالم اليوم قدموا اختراعات فازوا من ورائها بالكثير. الثروات تتحقق بالاختراعات وليس بالعملات أو المضاربات. هل نحتاج دليل أكبر من سيرة إيلون ماسك؟ على الأرض حقق ماسك أكبر نجاح مع شركة تسلا للسيارات الكهربائية. وصف عام 2021 بعام تألق السيارة الكهربائية. في هذا العام أيضا ارتفعت قيمة شركة تسلا إلى تريليون دولار. إنه سوق أنشأها ماسك بمفرده تقريبا. أدرك منذ وقت طويل أهمية الطاقة النظيفة بسبب أزمة المناخ العالمية. في عام 2004 كان ماسك أحد الممولين الرئيسيين لشركة تسلا، تسلا موتورز، التي أسسها رائد الأعمال مارتن إبهارد. في البداية عانت الشركة من مشاكل فنية وتأخرت في التسليم وتجاوزت التكاليف. في عام 2008 حدثت الأزمة المالية في أمريكا، تضاءلت قيمة الشركة. اضطر ماسك لاقتراض 20 مليون دولار من شركة سبيس إكس لدعم تسلا، وحصل على 20 مليون أخرى من المستثمرين. لكن الموقف لم يتغير كثيرا. في عام 2010 ساعد قرض اتحادي في دعم تسلا. نام ماسك على أرضية المصنع حتى عالج كل عثرات خط تجميع السيارة الكهربائية. The Tesla team has done an incredible job of executing over the past year, and we have many exciting years ahead of us. So, yeah.
So with the Tesla Master Plan Part 3, which admittedly was quite technical, we wanted to go into a lot of technical depth. It was clear that what we were saying was not just were not merely assertions, but that they were backed up with physics and with real data, that it's realistic. And with the Master Plan Part 3, we want to basically, the goal is to give people hope, realistic hope, and maybe hope's even the wrong word, but simply to say that there is a path to a fully sustainable global economy, that we are on that path, that we are accelerating that path, and that so long as we don't get complacent about it, it will happen. So. اليوم بفضل ماسك تتنافس شركات السيارات لاستثمار المليارات في السيارات الكهربائية، ودخلت مصر عصر السيارة الكهربائية أيضا. تقول ميشيل كريس المحللة في كوكس أوتوموتيف، فرض ماسك من خلال تسلا التغيير، لقد أثبت أن هناك سوقا للسيارات الكهربائية. أصبحت تسلا 3 إحدى أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في أوروبا، لا يزيد سعر السيارة عن 30,000 دولار. بيع منها حتى نهاية 2021 نحو 2500 سيارة، وتعاقدت شركات تأجير السيارات على مئات منها. ومع تزايد الطلب يقوم ماسك بتوسيع الإنتاج ويستعد لمضاعفته في مصانع في ألمانيا وتكساس. قد تكون تسلا المصدر الرئيسي لثروة ماسك وشهرته، وتعتبر تسلا دليلا على تأثير ماسك الكبير على كوكب الأرض حتى الآن، لكن الفضاء هو ما ينعش طموح ماسك الأكثر جموحا والأشد تطرفا. في الفضاء يقدم سفينة جديدة ستهبط في المريخ، حيث سيقوم بزراعة المريخ لإطعام أهل الأرض، وحيث يتوقع أن تتكون في المريخ جالية تصل إلى 80,000 شخص في عام 2050. تتولى تنفيذ هذا الحلم شركة سبيس إكس الخاصة بالسفر إلى الفضاء التي أنشأها ماسك. تفوقت سبيس إكس على شركة بوينغ والشركات الأخرى التي تسعى للسيطرة على الفضاء. تعاقدت وكالة ناسا مع الشركة لتنفيذ عدة مشروعات لها. تأسست شركة سبيس إكس في عام 2002 بهدف تقليل تكاليف النقل الفضائي لمساعدة البشر على استعمار المريخ. سافر ماسك إلى روسيا لشراء 3 صواريخ تستخدم لدفع سفن الفضاء. عرض عليهم 20 مليون دولار لكنهم سخروا منه. بدأ في تصنيع الصواريخ بنفسه تحت اسم فالكون
فشل فالكون واحد، بعد عدة محاولات نجح، وشهد الرئيس باراك أوباما التجربة. طورت سبيس إكس كوكبة من الأقمار لتوفير خدمة ستارلينك لتوفير خدمات الإنترنت، وتعمل الشركة على تطوير ستار شيب لرحلات الفضاء، ويأمل ماسك أن تحمل الصواريخ يوماً 100 شخص في المرة الواحدة إلى المريخ. وعلى المريخ يعاد تعبئة السفن الفضائية بالوقود المصنع على الكوكب الأحمر وإعادتها إلى الأرض. سئل ماسك متى؟ أجاب: علينا أن نحسب اللوائح الفيدرالية وجداول الإنتاج والرحلات التجريبية ومتطلبات الصرف الصحي. وأخيرا قال: سوف أشعر بالمفاجأة إذا لم نصل إلى المريخ في غضون 5 سنوات. Attention all operators on countdown one. We're going to start our go no go poll for today's flight. Raptor 1. Go. Raptor 2. Go. Go Alpha. Stage 1. Go. Good morning. On your screen is Starship as it awaits our first ever integrated flight test from Starbase Texas. Flight directors go for flight. 10, 9, 8, 7, 6. يطلق أقماراً صناعية في المدار، يقود سيارة صنعها لا تستخدم البنزين، بنقرة واحدة من إصبعه ترتفع البورصة أو تغرق، يحلم بالمريخ بينما يسيطر على الأرض. في الأوان الأخيرة يحرص على كتابة تغريدات مثيرة للجدل. هذا هو الرجل الذي يطمح لإنقاذ كوكبنا ومنحنا كوكب آخر نسكنه. هل هو مهرج؟ صاحب رؤية؟ رجل صناعة؟ نرجسي؟ استعراضي؟ اختار الوصف الذي تراه مناسبا، لكن نادرا ما يأتي هذا الطموح الكوني دون عواقب. واجهت شركاته تحذيرات من التحرش الجنسي وسوء ظروف العمل. أمرت هيئة محلفين فيدرالية شركة تسلا بدفع 3,200,000 دولار لموظف من أصحاب البشرة السمراء اتهم ماسك بالعنصرية. دفعت شركاته الأخرى غرامات متعددة بسبب انتهاكات تنظيمية. فتحت الحكومة الأمريكية تحقيقا بشأن نظام القيادة الذاتية في تسلا. التحقيق يغطي 11 حادثا منذ عام 2018. تسببت الحوادث في إصابة 17 شخصا ووفاة شخص واحد. كانت تغريدات ماسك عن العملات المشفرة سبباً في انهيار قيمتها. حدث ذلك في 2021. الأكثر تأثراً كانت عملة البيتكوين. كان ماسك قد غرد أن شركة تسلا للسيارات الكهربائية قد أوقفت قبول عملة البيتكوين، وتطلب توسع الشركة في الصين تعديل قانون الملكية الأجنبية
للسماح لماسك ببناء مصنع في شنغهاي. الآن يبدو أن تسلا تصنع حوالي نصف سيارتها في الصين. قال ماسك في مؤتمر أعمال: بشكل عام تتمتع تسلا بعلاقة جيدة مع الصين. Thank you for being here late at night. I would like to just very much congratulate you on the amazing work that you've done. It's been incredibly impressive how you have been able to overcome so many difficulties and so many challenges. And I just want to let you know, it's like, that's, it warms my heart, you know. And I tell people in you know, throughout the world, the cars we produce here are not just the most efficient for production, but also the highest quality. I just feel like there's so much that gets accomplished. There's so much positive energy of getting things done that actually, I think, will be very important, not just for Tesla, but also for the world. وصفه زملائه السابقون بأنه تافه وقاسي، خاصة عندما يشعر بالإحباط أو التحدي. على سبيل المثال، خلال وباء كوفيد-19 أدلى بتصريح قلل فيه من خطورة الفيروس، خرق اللوائح الصحية للحفاظ على تشغيل مصانعه، زاد من الشكوك حول سلامة اللقاحات. يقول روبرت زبرين مؤسس جمعية المريخ أن ماسك يريد المجد الأبدي لقيامه بأعمال عظيمة. أضاف: هو يبحث عن المجد، والمال بالنسبة إليه وسيلة وليست غاية. حياته الشخصية لا تقل إثارة عن حياته العملية. التقى ماسك بزوجته الأولى في جامعة كوينز. زوجته الأولى هي الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، تزوجها في عام 2000. حسب مجلة ماري كلير، فإن ماسك أخبر جوستين وهما يرقصان في حفل الزفاف قائلا: أنا الألفة في هذه العلاقة. لكن جوستين كانت ترد: أنا زوجتك ولست موظفة عندك. عاش الزوجان مأساة عندما توقف ابنهما عن التنفس في سريره، كان عمره 10 أسابيع عندما رحل عن الدنيا. لجأ الزوجان إلى الإنجاب بالتخصيب. أنجبت جوستين توأمين، ثم أنجبت 3 توائم وكلهم ذكور. حسب جوستين، فإن ماسك تخلى عنها وتركها وحيدة في قصرهما في لوس أنجلوس. وصفت القصر بأنه القفص الذهبي. تقدم ماسك بطلب الطلاق في ربيع 2008. بعد 6 أسابيع أعلن خطوبته على الممثلة البريطانية تالولا رايلي. تزوج ماسك من رايلي ثم انفصل، ثم تزوج مرة أخرى ثم انفصل مرة أخرى في عام 2016. في عام 2018 ارتبط ماسك بالمغنية كلير باوتشر. أنجبت منه ابنا في مايو 2020، وفي 2023 أعلن
أن علاقتهما انتهت. كثير من الناس يكرهون ماسك. السبب الصورة الشخصية الخبيثة اللي قدمها عن نفسه. ضاعف من تلك الكراهية أنه يمارس نفوذاً واسعاً في كواليس صناعة القرارات الرسمية. حافظ ماسك على علاقات مؤثرة مع السياسيين من كلا الحزبين في الولايات المتحدة، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، لكنه انسحب من مجلس الأعمال يوم قرر ترامب الانسحاب من اتفاقيات باريس للمناخ. أكثر من ذلك يقول عن الرئيس جو بايدن: لا أعتقد أنه يقوم بعمل رائع. كشف ذلك التصريح عن ميل أكبر للحزب الجمهوري. وفي نهاية عام 2022 أعلن ماسك أنه سيصوت لرون دي سانتيس في الانتخابات الرئاسية 2024. دي سانتيس هو حاكم فلوريدا ونجم الحزب الجمهوري الصاعد، وصفه ماسك بأنه معقول ووسطي. في اليوم السابق على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حث ماسك الناخبين المستقلين على التصويت للجمهوريين. كان ذلك في نوفمبر 2022. أراد تحقيق التوازن في المشهد السياسي في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي على الرئاسة. رغم كل هذه الشواهد، يصر ماسك على أنه لا ينتمي على نحو تقليدي لليسار أو اليمين. حسب موقع أكسيوس الأمريكي، يعتقد ماسك أيضا أن تهديد الحزب الديمقراطي لحرية التعبير في أمريكا أشعل معركة من أجل مستقبل الحضارة، معركة تتفوق على جميع القضايا السياسية الأخرى. لم يتوقف ماسك عن تصيد أخطاء الديمقراطيين بشكل متكرر. أسعد ماسك الجمهوريين كثيرا، تشبثوا بمعطف ماسك، استخدموا حملته في الدفاع عن حرية التعبير ضد منافسيهم من الديمقراطيين. في هذا السياق طالب كيفين ماكارثي إدارة بايدن بالتوقف عن مضايقة إيلون ماسك. كيفين ماكارثي هو جمهوري من كاليفورنيا. في الوقت نفسه أشار البيت الأبيض إلى أنه يراقب عن كثب التغييرات التي تطرأ على سياسة التضليل والكراهية على منصة تويتر بعد أن اشتراها ماسك. That is offensive to me. Government's going to go after someone that wants to have free speech. What do they have to look at Twitter about? Do they want to go more after American public about whether they can have an opinion on something? I think the American public have spoken on this. I think our First Amendment stands up, and I think they should stop picking on Elon Musk. You know, Elon Musk has succeeded in many places. I'd bet on him more than government going after you. And one thing I would say when we talk about accountability, we'll no longer let government go after people simply because of their political views. بالقطع، تزايد نفوذ ماسك السياسي بعد أن استحوذ على منصة تويتر. على منصة تويتر لديه 80 مليون متابع. ينشر ماسك على تويتر النكات حول الخيال العلمي ورقائق الكمبيوتر بألفاظ استفزازية. اقتنع ماسك بشراء تويتر بسبب نصيحة صديقه بيل لي. يقول بيل لي لمجلة تايم إن ماسك أصبح أكثر المؤثرين الاجتماعيين انتشاراً عن طريق الصدفة. حسب بيل لي أيضاً، اعتبر ماسك منصة تويتر وسيلة للتخلي عن التواصل مع الناس مباشرة. أضاف بيل لي: غالباً ما استخدم ماسك منصة تويتر بطريقة مثيرة للجدل، استطرد وتسببت تغريداته في مشكلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. في عام 2018 رفعت البورصات ضده قضية تضليل المستثمرين. لم يستولي ماسك على تويتر ليعرف الناس مدى اللطف الذي يتمتع به، كان يهمه أكثر ما سيحقق من وراء تويتر.
سيطر أغنى رجل في العالم على أكثر منصة إعلامية في العالم نفوذاً. جمع بين قوة الثروة وقوة الميديا، لكنه يزعم أنه لم يستهدف الربح من وراء تويتر، وإنما يهدف صالح المجتمع. في 28 أكتوبر عام 2022 كتب ماسك تغريدة تقول: اطلق سراح الطائر. الطائر المقصود هو رمز تويتر. بلغت قيمة الصفقة 44 مليار دولار. بعد نصف عام أصبح الطائر كلبا. ألغى ماسك شعار الطائر الأزرق الشهير. تزايدت الديون على منصة تويتر حتى وصلت في بداية عام 2023 إلى 13 مليار دولار. كان على ماسك أن يدفع 300 مليون دولار كل 3 شهور لتبقى تويتر على قيد الحياة. لم ينفي ماسك احتمال إفلاس الشركة بعد تراجع الإيرادات. تراجعت الإيرادات بعد انصراف كثير من المعلنين بسبب الغضب من قرارات ماسك العشوائية. كشفت مذكرة مسربة أرسلها ماسك لفريقه في شهر إبريل 2023 أن القيمة السوقية لتويتر تدهورت إلى 20 مليار دولار، أقل من نصف ما دفعه ماسك لشراء تويتر في 2022. حاول ماسك تخفيض التكاليف، استغنى عن نصف القوى العاملة في الشركة وعددهم 7500 موظف، لكن الأسوأ كانت إدارته لتويتر التي تثير كثير من الانتقادات. إيمان ماسك بالتقدم ليس مطلقا، كان واضحا بشأن ما يراه من أخطار الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة. في شتاء 2023 أعلن ماسك أنه يعمل على إنشاء أداته الخاصة بالذكاء الاصطناعي، تحمل الأداة اسم تروث جي بي تي. ستسعى تروث جي بي تي إلى إظهار أكبر قدر من الحقيقة. ستنافس بقوة برامج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تفتقد الضوابط اللازمة. في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية قال ماسك: سأطلق أداة تروث جي بي تي للذكاء الاصطناعي التي ستسعى إلى إبراز أكبر قدر من الحقيقة ومحاولة فهم طبيعة الكون. اعتبر ماسك هذه المنصة أفضل وسيلة لضمان سلامة البشر. أضاف: أداة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى فهم الكون، لا ينبغي أن تهزم البشر لأننا جزء من الكون. قبل أسابيع من حواره نشرت وسائل إعلام متخصصة أن ماسك يستثمر في الذكاء الاصطناعي الكثير. My concern is that with AI, if there's something bad, if something goes wrong, the reaction might be too slow from a regulatory standpoint. So I'd say like it
You know, if I say, like, what are the biggest risks to the future of civilization? It's AI, but AI is a double, you know, it's both positive and negative. It has great promise, great capability, but it also, with that comes great danger. I mean, you look at, say, nuclear, discovery of sort of nuclear physics, you had nuclear power generation, but also nuclear bombs. So anyway, I think we should be quite concerned about it, and we should have some regulation of what is fundamentally a risk to the public. أثار ماسك كثير من الجدل عندما أسس شركة طبية لا تهدف إلى الربح. الشركة تزرع شريحة إلكترونية في مؤخرة الرأس لعلاج السرطان والزهايمر والشلل الرعاش، لكن خصوم ماسك من المنافسين في هذا المجال يدعون أنه سيسيطر على العقول البشرية ويخربها. هناك اختراع آخر توصل إليه ماسك تحمست له كثير من الدول، كبسولة تنطلق بسرعة هائلة في نفق يربط بين مدينتين، تكاد سرعتها تتفوق على سرعة الطائرة أحياناً. بدأ تنفيذ المشروع للربط بين مدينتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. يوصف كثير من الناس بأنهم أكبر من الحياة، لكن قلة منهم هم الذين يستحقون هذا الوصف. هذا ما عبر عنه شكسبير في مسرحية يوليوس قيصر. في المسرحية نفسها قال شكسبير أيضا: من السهل أن تذكر الأفعال الشريرة للبشر مقارنة بأعمالهم الطيبة. والسؤال هنا: كم عدد الذين سيتركون علامة على العالم بسبب مساهمتهم في تحسين البشرية وليس بسبب جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية؟ قبل بضع سنوات كان ماسك يتعرض للسخرية، كان يوصف بأنه محتال مجنون على وشك الانهيار، لكن فيما بعد مشي البشر وراءه. تغلب ماسك على مأساته الشخصية، نجا من طفولة قاسية، تجاوز شعوره بالخجل، وحقق بطموحه ما عجزت عنه حكومات كثيرة. الدرس المستفاد من مسيرة ماسك أن نأخذ طموح أبنائنا على محمل الجد، أن نجعل من العلماء نموذجا يسعون لتقليده، لنجعل من العلماء نجوما مثل نجوم السينما والكرة. ربما خرج من الأجيال الجديدة 100 إيلون ماسك. بالقطع ستغير تسلا وسبيس إكس وتروس جي بي تي ومشاريع ماسك الأخرى حياتنا. شئنا أم أبينا، نحن الآن نعيش في عالم ماسك.